تواصلت الإثارة في بطولة العيد الوطني المجيد لجمال الخيل العربية الأصيلة 11 والتي تقام بتوجيهة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بتنظيم من الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة رئيس الاتحاد الملكي على ميدان الاتحاد الرياضي العسكري بالرفة. بهذه المناسبة قال سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة: إننا ننظر إلى بطولة العيد الوطني المجيد لجمال الخيل العربية الأصيلة بعين من التفاؤل بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها النسخ الماضية، وكنا ندرك بأن النسخة الحالية ستشهد إثارة وندية في ظل تعطش المرابط والاستبلاط والملاك بالمشاركة في البطولة، وهما تبعناه منذ انطلاق البطولة عبر المشاركة الواسعة والكبيرة. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالتنظيم المميز من الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة وبحرصهم على تهيئة الأجواء المثالية لكافة المشاركين. من جانبه أعرب سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة عن تقديره للجهود البارزة والدعم الكبير الذي يحظى به الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، ومؤكدا أن الاتحاد حرص على تنفيذ توجيهات سموه بإخراج بطولة العيد الوطني المجيد لجمال الخيل العربية الأصيلة بأفضل صورة تنظيمية. قال سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة: نؤمن بأن بطولات جمال الخيل العربية الأصيلة إحدى البطولات المهمة التي ينظمها الاتحاد تزامنا مع احتفالات المملكة بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. أضاف سمو الشيخ عيسى بن عبد الله الخليفة أن هذه النسخة مغايرة تماما من الناحية الفنية نظرا للنضج الكبير الذي بلغه المالك البحريني وبقدرته على الإنتاج المحلي للجياد العربية الأصيلة، فضلا عن امتلاكه للخيول العربية الأصيلة المدربة بصورة متميزة والقادرة على المنافسة في المسابقات المحلية والبطولات الدولية وسط تواجد نخبة من العارضين من أصحاب الخبرة والقادرين على إظهار جميع جماليات الخيل العربية الأصيلة. هذا وقد شهدت البطولة مستويات مميزة وتنافس قوي، حيث أظهرت الجياد جمالها وأناقتها في العروض والتي أقيمت على مدار اليومين. تواصلت الإثارة في بطولة العيد الوطني المجيد لجمال الخيل